8 مليون ما ينفعش يكون منهم 681 ألف، ده يعني عيب كبير جدا في حقنا كمصريين في الخارج والكل بيشتغلوا مصريين في الخارج. طيب بالنسبة فندم الدول اللي قطر استبعادها. وتركيا في دول تم استبعادها لنفس الأسباب الأمنية التي أشرت إليها. نحن نهتم بتأمين مقر بعثتنا وتأمين الناخبين والمترددين. هناك بقى دول لنفس الأسباب تم استبعادها من الانتخابات هذه المرة. الصومال وسوريا وليبيا. عندنا ليبيا بالأساس، سوريا، أفريقيا الوسطى، الصومال لأسباب أمنية. دي معروفة فاش نقاش. أود أن أضيف بقى نقطة مهمة برضو تحسب للجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة التنمية الإدارية. الحقيقة أن هذه المرة ستكون فترة الإدلاء بالصوت دقائق معدودة، لأن سيتم تزويد بعثتنا بأجهزة قارئ آلي سوف تتحقق من شخصية الناخب وتتأكد من عدم ازدواج التصويت. وتثبت وجوده في اللجنة، كل ذلك خلال دقيقتين أو 3 دقائق. مش هننتظر يعني الاستمارات تيجي لك هنا؟ على الأكثر. هو من يعني لو واحد راح لو هو النهاردة كان في جدة بكرة كان في مصر راح صوت هنا وهناك، تعرف إزاي؟ نفس الجهاز الموجود في الشهر العقاري الآن الذي يتم من خلاله إصدار تأييد للمرشح الرئاسي بيثبت في البداية إذا كان قد تم التأييد من قبل أو إذا كنت لست مقيدا في الجداول الانتخابية. بيتم التحقق من هذين الشرطين، فسيتم استبعاد الازدواج واستبعاد من ليس له الحق في الانتخاب.